حنا دابا كما شرتي ليه فكاين فصل الصيف، وكاين كذلك الاخوان ديالنا المغاربه اللي في المهجر اللي رجعوا، وهنا تنشيدوا وتنشكروا الشكر الجزيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اللي بفضل العناية ديالو اللي كما يتكلف بالأسرة الصغيرة ديالو فهو يتكلف بالأسرة الكبيرة اللي هي الشعب المغربي أينما كان في العالم. فهاد العناية ديال صاحب الجلالة اللي عطات أثمنة معقولة بالنسبة للناس باش يرجعوا يشوفوا الأحباب ديالهم، واللي كذلك أثمنة معقولة ماشي في السفر حتى كذلك في الفنادق. فهذا خاص بغينا حنا هذا الرجوع وهذا اللقاء مع العائلة وبالمناسبة ديال عيد الأضحى يكون فرح وما يتحولش القرح أنه يوصل واحد من العائلة لمرض ولا جوج لمرض ويوصل العناية المركزة ولا الإنعاش ولا قدر الله الوفاة. وهنا تنترحموا على جميع المغاربة اللي توفوا من جراء هذه الجائحة، الله يرحمهم ويسع عليهم في هذا النهار ديال الجمعة المبارك. ونقولوا بأنه راه كان عندنا واحد المشكل ذاك العام في عيد الأضحى وما خصناش نعاودوه، واللي مش وخصنا نعرفوا بأنه مع الأسف كاينين الناس اللي مسنين ولكن اللي عندهم واحد المنع من التلقيح وما داروش. اذا راه هاد الناس خصنا نحافظوا عليهم. كاينين كذلك نساء حوامل ولا مرضعات اللي ما يقدروش يديروا، اذا الا كانوا في البيت راه خصنا نحافظوا عليهم باش ما يمرضوش. ونعرفوا بانه الحمد لله البلاد ديالنا دارت واحد البرنامج ديال التلقيح اللي هو برنامج محكم واللي حتى دول المتقدمه تبعاتو، انه بدينا بالفئات العمريه اللي فوق 75 سنه اللي فوق 65 حتى وصلنا دابا 40 سنه، كذلك الناس اللي عندهم امراض مزمنه كذلك بحال السكري بحال ارتفاع الضغط بحال امراض القلب السرطان الى غير ذلك، كذلك الناس اللي في الصفوف الاماميه القطاع الصحه القطاع الامني القطاع ديال التعليم. وانتم شفتوا انه مع الاسف وتنترحموا عليهم انه اكثر من 70 طبيبه وطبيب فارقوا الحياه. وحنا تنعرفوا بانه الطبيب راه ما يجيش ويتكون دغيا دغيا، وحنا عندنا القله ديال الموارد البشريه في الصحه. فهاد دابا مع التلقيح ما بقيناش الحمد لله تنشوفوا تتسجل وفيات في صفوف قطاع الصحه ولا كذلك في قطاع الناس ديال التربيه الوطنيه ولا في الامن. وشنا بانه الامتحانات دازوا في واحد الظروف اللي مهمه وحسنه واللي ما جعلتش الحمد لله انه يكون تكاثر ديال الفيروس. اذا فالحاله اليوم الوبائيه في المغرب فهي مستقره ومتحكم فيها، ولكن باش يبقى متحكم فيها واجب علينا اننا نحترموا التدابير الاحترازيه. وغادي نبقاو نقولوها ونعاودوها ريتما نوصلوا للمناعة الجماعية، ريتما ما يبقاش يدور الفيروس باش نقولوا رحنا وصلنا لبر الامان ورحنا الحياه ديالنا الاجتماعيه غترجع للمسار ديالها والاقتصاد ديالنا غادي يتعافى شيئا فشيئا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.